حياكم الله في محل وليد الفواز للسجاد اليدوي والتراث والمشالح الملكية والفرة والسدريات. تعتبر أول مشاركة لنا في جميع المعارض. عندي الدلة هذه من أندر نوادر التراث، دلة صنعت يدوياً من النحاس، سعرها تقريباً حول 16,000. بوثنا متواجد في صالة تمة طويق، وعندنا 3 محلات في القرية الشعبية. اخترنا مهرجان الملك عبد العزيز للإبل كأول مهرجان نعرض فيه منتجاتنا. وعندنا من أفضل البشوت الملكية اللي تعتبر ربيعية من نوع المرينة. كذلك عندنا الشتوية من أفضل أنواع الشتوية، وبر خالص. والبش هذا طبعاً من وبر الإبل، والإبل من يوم ما طلعوا أجدادنا على الدنيا يأكلون من لحمها ويشربون من حليبها ويلبسون من وبرها طبعاً. أشكر نادي البل والقائمين عليه والشيخ فهد بن حثلين، تاحوا لنا الفرصة أن نشارك في المهرجان.